أين ذهب الجميع؟ لا توجد نملة واحدة. خسارة، كنت أريد أن أطعمهم بعض العسل. ما دام لا يوجد أحد لأكل العسل سأقوم بتنظيف المكان. لماذا تأخرتم هكذا؟ لكم الحق في أن تحذروا من الإنسان، فهو يدمر الآلاف منكم دون أن يشعر، كما قالت نملة سليمان الحكيم. كانت جدتكم تؤدي واجبها في حراسة وادي النمل عندما رأت جيشا عظيما لا تستطيع العين أن تدرك آخره، وأحست أن واديها وقومها في خطر كبير. المشهد من هذا الارتفاع رائع. هل أنتم من النمل الطائر؟ لا يوجد نمل طائر يا حضرة الضابطة. تعرفين أن النمل ثلاثة أجناس، ذكور وإناث وشغالات. نعم، أنا أنتمي لجنس الشغالات. بعضنا يقوم بتنظيف المستعمرات وبعضنا يقوم بالحراسة مثلي، وهناك من تعمل في البناء أو حفر الأنفاق وغيرها من أعمال هامة. ولكن ما سبب وجود الإناث والذكور؟ الإنجاب واستمرار النوع. نحن في موسم التزاوج تنبت لنا أجنحة نطير بها، وبعدها يسقط الذكر ليموت، بينما تهبط الأنثى إلى الأرض تأكل أجنحتها، ثم تبدأ في بناء بيت لتضع فيه الصغار وتربيهم. هل أنت حزين لأنك ستموت؟ بالعكس، أنا في قمة السعادة لأنني أديت دوري في الحياة. قل لي، كيف أجد السعادة مثلك؟ لماذا لا تجيب؟ ها؟ سبحان الحي الذي لا يموت. هلك وادي النمل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل، لا أحد يسمع صوتي، يجب أن أحذرهم. ادخلوا مساكنكم، هذه أوامر. ها؟ لماذا ندخل المساكن؟ نحن نحتفل بالطعام الذي ملأ مخازننا. ماذا حدث أيتها الضابطة؟ لا وقت للشرح، نفذوا الأمر. حالة طارئة. ماذا جرى للضابطة نملة؟ لقد أصابها الغرور بعد أن أصبحت قائدة، ولكن ربما رأت خطرا قادما. أي خطر؟ ها؟ إننا عقدنا معاهدة صلح مع العناكب. هل أنت متأكدة يا نملة؟ نعم يا سيدي، الجيش يتحرك باتجاه وادي النمل مباشرة. كم عدد البشر؟ ليس الجيش من البشر وحدهم. ما معنى هذا؟ الجيش من الجن والإنس والطير يا سيدي. لا يوجد جيش على الأرض يجمع كل هذه الفصائل إلا جيش الملك سليمان. كم خطوة تفصلهم عنا؟ 100 خطوة بسرعة الإنس. ليس أمامنا وقت للهرب، أبلغوا الجميع بالاختباء في البيوت.
اعتذري يا نملة، لديك مهمة خاصة. أمرك يا سيدي. هناك نمل كثير خارج الوادي يؤدي أعمالا مختلفة، عليك أن تحذريهم وتأمريهم بالدخول إلى مساكنهم. هذا معناه؟ نعم. هل أنت على استعداد للموت في سبيل الوطن؟ على أتم الاستعداد يا سيدي. لطالما تمنيت أن أرى الطرق خالية تماما. ها هي أمنيتي تتحقق في آخر يوم من عمري. شيء عجيب، أشعر بالنشاط والقوة رغم تأكدي من الموت بعد لحظات. هل هذا هو الإحساس بالواجب؟ نعم، يجب أن أسرع لأنقذ حياة رفاقي. أنتم ألم تسمعوا الأوامر؟ نحن نعمل في أطراف الوادي، ما هي الأوامر؟ عودوا فورا إلى مساكنكم، جيش سليمان أصبح على مسافة 50 خطوة. نجنا يا رب، نجنا يا رب. تارارارارارارا. نملة عزيزتي، ماذا تفعلين هنا؟ خرجت لأتمشى قليلا، فالهواء المنعش ينشط العقل ويفيد العلماء أمثالي. قلت في نفسي هذه فرصة طيبة لأزور جارتي العزيزة، هل أستطيع أن أطل على المكان من أعلى؟ ها؟ عودي فورا إلى حفرتك. يبدو أنك أصابك الغرور كما يقولون فعلا. اصمتي وعودي إلى وادي النمل. لماذا تصيحين في وجهي؟ هذا ليس من حقك. لماذا ينتشر الغبار في الجو؟ لا شيء، هذه حوافر الخيول في جيش سليمان الحكيم. ما 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 ماذا تقولين؟ خيول؟ هو إنس وجن وطير أيضا، إنه أعظم جيوش الأرض. ولماذا لم تحذريني؟ أنت لم تعطيني الفرصة، لسانك لا يتوقف عن الثرثرة. أقدامي لا تستطيع الحركة، لقد أصابني الشلل. أعرف أنها حالة نفسية، ولكنني الآن أعجز عن علاجها. ساعديني وحركي أقدامك. لا أقدر. سأحملك على ظهري إذن. قلت لك لا أقدر. قلت سأحملك على ظهري. لا أعرف كيف أشكرك. فقط التزمي الصمت. سأصمت، سأموت دون أن أصرخ صرخة واحدة. يجب أن تفعل شيئا، أنت قائد النمل. ماذا تتوقعين أن أفعل؟ أحمل في يدي عود قش وأحارب به جيش سليمان الحكيم؟ أفضل من أن تدعنا هنا نموت من الخوف. اطمئني، لن نموت من الخوف. ستنهار الجدران فوق رؤوسنا ونموت تحت الأنقاض. يا لها من كلمات مشجعة. احمد الله على ما نحن فيه، نحن نحتمي بجدران البيت وأطفالنا حولنا، بينما الضابطة نملة ذهبت إلى الموت بأقدامها. أنقذت حياتي، أشكرك. سأعود إلى موقعي على الشجرة. هذا جنون، لماذا تعودين؟ إنه واجبي، يجب أن أحذر النمل. نملة، أنت برغم حجمك الصغير كبيرة جدا جدا، أقصد لا 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 لا، هذا ليس وقت الكلام. يا لها من شجاعة. وصلت في آخر لحظة،
إلهي، الجيش على بعد خطوات قليلة. يا أيها النمل، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وفي هذه اللحظة حدث أغرب شيء يمكن أن تتخيله النملة. سمعها نبي الله سليمان عليه السلام وتبسم ضاحكا. ماذا يحدث؟ لماذا توقف الجيش؟ ولماذا يبتسم القائد؟ هل فهم ما قلته؟ انحنى سليمان برأسه ينظر للنملة وقال بلغة البشر: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. معذرة أيها النبي الكريم، لا أفهم اللغة التي تتحدث بها. قال لها النبي سليمان بلغتها: لا تخافي، لن يحطم الجيش وادي النمل، سنميل في سيرنا بعيدا عن الوادي. أنا لا أصدق سمعي، إنك يا سيدي تتحدث بلغة النمل، ولكن كيف هذا؟ قال لها: أنا عبد الله ونبيه سليمان، أبي هو داود النبي، علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان. أنت نبي وابن نبي؟ قال لها: نعم. سمعتك تقول لله: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أجابها النبي: نعم. ترى هل مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟ قال لها سليمان عليه السلام: ليس هناك مقامان أيتها النملة، قمة النبوة هي العبودية، وهي المقام الأخير في شرف البشر. أيها العبد الصالح، سأدعو الله أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين، ألا تدعو لي أنت أيضا؟ قال سليمان عليه السلام وهو يبتسم: لا أعرف بماذا أدعو لك أيتها النملة، لكنني أحس بأن الله تعالى سيجعل من كلماتك آيات يتلوها المؤمنون في صلاتهم. ثم التفت نبي الله إلى جيشه وقال: ميلوا عن وادي النمل وتقدموا. شيء غريب، الأرض لا تهتز، لقد زال الخطر. هل لديك تفسير يا سيدي القائد؟ لا أعرف كيف غير الجيش مساره، ولكننا نجونا بمعجزة، وهذا من فضل الله علينا. يجب أن نسبح الله ونشكره بطريقتنا، نسير ثم نتوقف ونغير اتجاهنا ثم نعاود السير، وهكذا نسبح الله في الاتجاهات الأربعة. ترى هل نجت الضابطة نملة قائدة الاستطلاع في أعلى الشجرة؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي سليمان وداود، سبحانك يا الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي سليمان وداود، سبحانك يا الله. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وهكذا جعل الله كلام النملة وتحذيرها لقومها قرآنا يتلوه المسلمون في صلاتهم، ويعرفون منه جانبا من رحمة الله بخلائقه، وجانبا من عطاء الله لعباده المتقين. سامحوني إذا أذيت نملة منكم دون أن أدري، فلا أحد منا في رحمة وحنان نبي الله سليمان عليه السلام، لكنني أعدكم أن أنظر تحت قدمي وأنا أسير، ولا أتكبر على من هو أصغر مني حجما أو قدرة،
كما أعدكم أن أحترم وجودكم ولا أؤذيكم أبدا عن عمد. هيا تصبحون على خير.